حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه